إيه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتكلم المعمل السابع وليس السادس، خطأ مكتوب السادس، هو المعمل السابع. احنا في الصباغة كنا قد تكلمنا ونزلنا لكم فيديوهات حول اللي هو نوعين من الصباغة، الصباغة البسيطة والصباغة المركبة أو المفرقة الديفرنشال ستين، ونزلنا لكم عن الجرام ستين والاسيد فاست ستين. اليوم حنتكلم عن حاجه اسمها السبيشال ستين. السبيشال ستين يعني المقصود فيه هو صباغه بتتم لبعض اجزاء البكتيريا، زي مثلا الابواب الداخليه، زي المحفظه، زي الاصوات وما الى ذلك. طبعا هذه الصباغه يعني بتفرق لي اللي هو البكتيريا الى نوعين. فلما اقول مثلا صباغة المحفظة أو الكابسولستين، حصل في عندي بكتيريا كابسوليتد وفي بكتيريا نون كابسوليتد. لما أقول مثلا صباغة الأبواق، حكون في إندوسبور فورمينج بكتيريا ونون إندوسبور فورمينج بكتيريا. لما أقول مثلا صباغة الفلاجيلا، في بكتيريا فلاجيليتد ونون فلاجيليتد. أول صبغة من الصبغات هنتكلم فيها اليوم اللي هو صباغة الإندوسبور. وإحنا يا شباب قلنا سابقا إنه هناك أنواع من البكتيريا لديها القدرة على تكوين الأبواغ الداخلية، وأخذنا في النظر كيف الأبواغ الداخلية بتتكون. هذه الأبواغ بتنشأ لما الظروف المناخية المحيطة بهذه البكتيريا تسوء، يعني مثلا نلاقي أنه مواد غذائية تخلص، الحرارة ترتفع، الرطوبة تقل أو يحصل جفاف، أو البي اتش يتغير، لقيها البكتيريا بعض أنواع البكتيريا، ليس كل أنواع البكتيريا. مثالين مثلا بكتيريا اللي هو الكولستريديا، وهي بكتيريا لا هوائية، وبكتيريا الباسيلوس وهي بكتيريا هوائية، والتنتين هذول جرام بوزيتيف باسيلاي، هذول من عندهم قدرة كون الأبواق، وسميناها إندوسبور زي ما انتم فاكرين، لأنه قلنا إنه هذه السبورز بتنشأ داخل الخلية البكتيرية، والهدف منها ليس التكاثر، هدف منها الحفاظ على حياة البكتيريا. وكنا قد قلنا ان الابواق تقسم حسب الشكل الى نوعين، اما دائرية كوكاي، واما بيضوية اوفل. اوكي، كما قلنا انه بناء على الموقع في الخلية البكتيرية، يعني ثلاث مواقع، اما سنتر المركزي يعني في النص، تنشأ في نصف الخلية البكتيرية، واما تنشأ على الطرف بنسميها تيرمينال، زي في حالة بكتيريا اسمها الكوليستريديم تيتاني، بنلاقي الاندوسبور عبارة عن كروي وطرفي، فبكون هذا الشكل عامل زي شكل ايد الطبلة، فبنسميها درامستيك ابيرنس، وهي من مميزات الكوليستريديم تيتاني عملها ستيلينج. او قد تكون سب تيرمينال، يعني قريبة من الوسط، يعني في منتصف المسافة بين الوسط وبين اللي هو بين الوسط وبين اللي هو الطرف، فبنسميها ايش؟ يعني صب تيرمينال. تمام؟ ولذلك بصير عندي في دائرة مركزي، في عندي دائرة نهائي طرفي، في دائرة قبل نهائي، في بيضاء وطرفي، وهكذا في عندي ايش؟ عدة اشكال. هذا الاندوسبور بعد ما يتكون بتتحلل الخلية الام وبينطلق خارج الخلية. طيب هذا الاندوسبور برضو لما قلنا بتكون محاط بغلاف خارجي بروتيني، بيكون هذا الغلاف يحتوي على عنصر الكالسيوم، وهذا العنصر الكالسيوم بيدي صلابة لهذا الاندوسبور، ولذلك هذا الاندوسبور صعب ان تخترقها اللي هو الاصباغ، ولذلك نلجأ الى صبغ خاص هنشوف ايش اللي هو الالية تبعته. طبعا احنا في صباغة اندوسبور بنستخدم صبغة اسمها اللي هو الملاكايت جرين او اخضر الملاكايت. العلماء اللي عملوا لنا هذه الصبغة اثنين، واحد اسمه شفر، واحد اسمه فالتون، فالطريقة شفر اند فالتون ميثود. هنستخدم زي ما عملنا مع الاسيست فاستين، هنستخدم الحرارة، هنستخدم برايمر ستين ملاكايت جرين، وهنستخدم السكندر ستين الصفراني. لاحظ ان انا قلت برايمر ستين وسكندر ستين وما ذكرتش بالمرة ايش
ايوه ديكلرايزر. ليش يا شباب؟ هذا بيجي علل، انتبه لي جيدا في هذا الموضوع، بيجي علل السؤال، لانه الملكات جرين از هايلي سيلابل ان ووتر، يعني بتدوب بسرعه في المي. فانا بعد ما اجي اجهز الشريحه تبعتي زي ما حنشوف، ابدا اصبغ بالملكات جرين، اللي عنده اندوسبور الملكات جرين حتدخله. لما اغسل بالميه كل الصبغه بتروح ما عدا الموجوده في الملكات جرين. يبقى ايش الديكلاريزر تبعي او ايش ماسح اللون في هذه الحاله؟ هو بالضبط زي ما سمعت واحد يقول، هو عباره عن ايش؟ عباره عن اللي هو الميه. يبقى الديكلاريزر هنا هو الميه. الخطوات بسيطه زي الخطوات اللي عملناها في الاسيد فاست ستين. بنجهز الشريحه، بنثبتها، بنعملها فيكسيشن، بعدين بنحطها على سلندر مليان مية بتغلي، بنحط عليها صبغة أخضر الملكات لمدة 5 دقايق، وبتبدأ الصبغة تتبخر. طبعا ممنوع أخلي منطقة خالية من الصبغة، لو منطقة فضيت بضيف عليها صبغة. هذه الفترة من الغليان أو من التسخين الإيفابوريشن أو الستيمينج بتخلي الصبغة تخترق الاندوسبور وايضا تخترق البكتيريا. يبقى انا لو جيت بعد 5 دقائق بدون ما اغسل ميه جففت، حلاقي البكتيريا لونها اخضر والاندوسبور لونها اخضر، بقدرش افرق بينهم. فانا بروح بعد ال5 دقائق بغسل الشريحه بالماء، وبعدين بروح عليهم احط عليهم كاونتر ستين اللي هو صبغه الصفرانين. طبعا الاندوسبور حتكون اخذت اللون الاخضر، بينما البكتيريا ذات نفسها حتاخذ اللون الأحمر. بعد دقيقة بغسل الشريحة بالمية وبجففها وشوفها تحت الميكروسكوب. إيش حشوف؟ البكتيريا إذا كانت منتجة للسبور حلاقي خلايا بكتيرية حمراء وداخلها اللي هو نقاط خضراء. هذه النقط ممكن تكون على الطرف، ممكن تكون في النص، ممكن تكون بيضاوية، ممكن تكون كروية، صح؟ قد اج اذا البكتيريا ما بتنتجش اندوسبور حلاقيها بس لونها احمر، فيش فيها نقاط خضراء. طيب يا استاذ، لو لقيت انا كل الشريحه نقاط خضراء وفيش لون احمر، معناته الخلايا ماتت وفاضل في العين فقط اللي هو الاندوسبور. اوكي يا جماعه، هاي الخطوات. اول خطوه هي حطينا الماركات جرين على اللي هو السلندر في ميه وبدأت تغلي لمدة 5 دقايق. بعدين الخطوة الثانية بغسل بالديستل ووتر، قلنا الديستل ووتر أو الرينج ووتر هيعمل ريموف لكل الصبغة ما عدا اللي دخلت الاندوسبور. بعدين بحط اللي هي صبغة الصفرانين الحمراء لمدة دقيقة إلى دقيقة ونص. بعدين برجع بغسل بمية، بجفف وبفحص تحت الميكروسكوب. تمام، هذه الطريقة طبعا سهلة وبسيطة وفش فيها أي نوع من التعب. القضية الأخرى الثانية بنتكلم عنها اللي هي صباغة المحفظة البكتيرية، وهي نوع من أنواع الصبغ السالب. وإحنا قلنا الصبغ السالب هو الذي يصبغ المحيط ولا يصبغ البكتيريا. طيب بدنا نلاحظ شغلتين في هذا الموضوع، بيجي كتير هذا السؤال. أولا، لا يوجد تثبيت حراري في صباغة الصبغ السالب. ليش؟ قال لك الكبسول هذه المحفظة هي عبارة عن سكريات، فلو انا عملت هيت فيكسيشن حتدوب هذه السكريات، يبقى ممنوع اعمل هيت فيكسيشن، فقط بعمل تجفيف بالهواء. اثنين، الكبسول يا شباب لا تحمل شحنة كهربائية، نيوترال، ولذلك لا بتقبل لا الصبغة الحامضية ولا الصبغة القاعدية. طب وش الحل يا عم الشيخ؟ الحل اصبغ، ها شوف الذكاء، بما انها لا تقبل صبغة، الحل اني اصبغ، معي انت، اني انا اصبغ الوسط بصبغة معينة اللي صبغة سالبة، واصبغ البكتيريا بصبغة موجبة سيمبلستين، فيضل اذا كان في كبسول حتضل حوالين البكتيريا بين الوسط وبين البكتيريا منطقة عديمة اللون. هذه تعبر عن وجود اللي هو المحفظة او الكبسول. اذا ما ضلش منطقة معناته ما فيش كبسول. يبقى الفكرة فكرة خداعية، ان انا
أعمل شغلتين، أصبغ البكتيريا وأصبغ الوسط، فظل بينهم منطقة فارغة تدل على وجود اللي هو الكبسول. في طريقتين، أوريك أنا الصورة قبل، هاي الصورة شوف هذه، هاي صبغة الوسط، صبغة البكتيريا حولها إيش تكونت؟ منطقة هولوزون، منطقة فاضية بدل على الكبسول. هي نفس الشغلة، شايف هاي البكتيريا، هاي الوسط، وفي حواليهم منطقة بيضاء، هايها المنطقة البيضاء، نفس اللي احنا ايش اللي احنا حكينا. في عندي طريقتين للصباغة. الصباغة الأولى باستخدام صبغة الانديا انك، الحبر الهندي، وصبغة الانديا انك حتصبغ لي الوسط المحيط كنيجاتيف ستين، وبعدين اروح احط صبغة زي مثلا الكريستال فايلوت او الميثايلين بلو، فهذا تصبغ لي البكتيريا. بدي البكتيريا اللي لونها الازرق والوسط لونه اسود وحواليهم منطقة خالية لونها بكون عديم اللون، بكون عديمة ايش اللون. طيب ايش الخطوات؟ حجيب شريحة نظيفة، وعلى طرف الشريحة الثلث الاولاني حط نقطة من صبغة اللي هو الانديا انك هذه اللي احنا ذكرنا اسمها، وبعد ذلك ايش حعمل؟ حروح اخذ جزء من البكتيريا وادوب في القطره تبعت الانديا انك، واروح فارد الانديا انك هذه اللي فيها البكتيريا على كل الشريحه. تمام، طبعا ممكن استخدم في طريق الفرد، استخدم شريحه ثانيه زي ما بنعمل لما ناخذ عينه بلاد فيلم، لما نعمل عينه بلاد ايش اللي هو فيلم. فالان اخذ هذه الشريحه واسيبها ايش تجف، اخذ هذه الشريحه ايش واسيبها تجف، ممنوع اعملها هيت فيكسيشن. الان ايش اللي حينصبغ؟ اللي انت انك مش حتصبغ البكتيريا، الوسط كله هو اللي حيكون ماخذ اللون اللي هو الاسود. بعد ما تجف الشريحه بروح وانا حاطط عليها قطره من صبغه اللي هو الميثايلين بلو اللي لونها ازرق، فحط نصبغ البكتيريا باللون الازرق. فاذا كان في كبسول، تمام، اذا كان في كبسول حلاقي الكبسول تظهر زي ما وريت قبل شويه عديمه اللون. اوكي، يبقى اخذنا شريحه حطينا عليها عينه نقطه من اللي هو الانديا انك، وبعدين فردناهم على شريحة وسبناهم يجفوا. ما فيش داعي تعملهم تثبيت بالكحول، يعني بدون تثبيت بيمشي اللي هو الحال. بعدك لما تجف هذه الشريحة بروح نحطين عليها اللي هو صبغة الميثانين بلو لمدة دقيقة، وبعدين شايلين غسلينها. اوكي، بعد ذلك غسلينها، وبروح احنا بعد ما نحط صبغه الميثانين بلو، لاحظ انه هنا في خلل مش مذكوره صبغه الميثانين بلو، لا نحط صبغه الميثانين بلو وبعدين بغسلها بالميه وبنفحصها تحت اللي هو الميكروسكوب. في طريقه اخرى بسموها طريقه انتوني. طريقه انتوني بتعتمد على استخدام اللي هو ماده اللي هي كبريتات النحاس اللي تركيزها 20% مع ايش بستخدم معاها؟ مع صبغة الكريستال فايلوت اللي تركيزها 1%. يبقى في عندي طريقة أخرى للصباغة اللي بسميها طريقة أنتوني أو أنتونيوس. طريقة أنتونيوس أنا بجيب هاي الشريحة، بجيب عاد إيش اللي أنتبه لي جيدا، بجيب نقطة من السيرم أو تبع الدم وبحطها على الشريحة ونص الشريحة، وبجيب شوية البكتيريا بدي افحصها وبفردها في السيرم، وبفرد السيرم على كل الشريحة وبسيبه يجف. ليش؟ السيرم بياخد الصبغ السالبة، السيرم عنده امكانية ياخد الصبغ اللي هو ايش؟ السالب. بعدين بجيب اللي هي صبغة كريستال فايلوت بحطها على الشريحة لمدة 4 لـ5 دقايق، وبعدين باجي بعمل غسيل بعد الـ5 دقايق باستخدام الكبر سلفيت اللي تركيزه 20%. ايش حلاحظ؟ طبعا بعديها حجفف
وافحص تحت اللي هو الميكروسكوب، حلاقي الوسط اللي موجوده فيه البكتيريا، يعني ماخذ الازرق الفاتح، البكتيريا بتكون ماخذه البنفسج الغامق وحواليهم اكليزون. فهذا طريقه الاندي انك، هدول طريقه الاندي انك. اما هذه في طريقه انتونيس باستخدام الكبر صلفيت زائد او باستخدام الكريستال فايلوت اللي تركيزه 1% مع اللي هو الكبر صلفيت. هيك بتكون خلصت هذه المعمل. انا حنزل لك الان باذن الله رب العالمين فيديوهات مساعده مصوره لعمليه الصباغه حتى تستطيع انك تستفيد منها، فتابع معي وان شاء الله اتمنى لك